شهدت نسبة التضخم عند الاستهلاك منحى تنازلي، حيث تراجعت إلى مستوى 7.8% بعد أن كانت في حدود 8.1% خلال شهر ديسمبر من السنة المنقضية، وفق المعهد الوطني للإحصاء الذي أعلن عن تسجيل نتائج إيجابية من شأنها أن تحسن من القدرة الشرائية للمواطنين. وبحسب ما كشفه عدد من خبراء الاقتصاد، فإنه يعود بالأساس لانخفاض الأسعار العالمية للمحروقات واستقرار أسعار المواد الغذائية، ومن المتوقع أن ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد التونسي. تراجع الأسعار يولي العباد تقبل على الأسواق وتشري، وإن شاء الله تشري محلي، باش نخلقوا الحركة الاقتصادية والمصنعين متاعنا ينجوا والفلاحة متاعنا ينجوا ويلقاوا سوق داخلي اللي يخول لهم، ولا حتى خارجي باش يخول لهم ينجموا معناها يخلقوا الثروه. احنا نسبه تضخم مستورده اللي تجينا مناش من اسعار النفط ومن اسعار الحبوب. الخبر الباهي اللي في 2024 هالاسعار هذه ماشيه وتتراجع، دونك عندها تاثير اقل على الاقتصاد التونسي. مع التراجع المسجل في التضخم، فقد حافظت نسبة الفائدة المديرية على مستواها حتى تدعم تباطؤ التضخم خلال الفترة القادمة. الاقتصاد اللي احنا عايشينه اليوم اللي هو فما مؤشرات ايجابيه اللي خلتنا نوخروا في نسبه الفائده، خاطر نسبه التضخم وخرت، وذيك هي سياسه التحكم في السيوله نتاع البنك المركزي. عدة إجراءات تم اتخاذها للحد من التضخم، مثل دعم بعض المواد الغذائية الأساسية وإعادة هيكلة الأسعار من قبل وزارة التجارة. شفنا عديد المنتوجات الاخرين اللي وقع استقرار في الاسعار نتاعها وجمدت الزياده نتاعها، توا يلزمنا نلقاو انخفاض في الاسعار كما قلت لك بتطبيق قرار وزاره التجاره اللي هو تجميد الاسعار، اللي هو تحديد خدمات التعاون التجاري اللي هو المارشاريير وبالحدود 10% من اللي كان قبل 35%. هنا اليا يلزمنا نلقاو انخفاض في الاسعار في المواد الغذائيه اللي نلقاو فيها. ومن المتوقع وفق البنك المركزي أن يستمر انفراج التضخم ليبلغ حوالي 7.3% لهذه السنة الجارية. بالرغم من ذلك، فإنه يواجه عديد التحديات لمواصلة مكافحة الزيادة في الأسعار.